إن الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني أحد أئمة الدعوة السلفية في عصرنا الحاضر، وهو محدث العصر وحافظ العصر ومن أشد الدابين عن السنة النبوية المطهرة وعن أهلها، وقد كان له الفضل في بيان أصول المنهج السلفي السوي، ودعا إلى الانتساب إليه إيمانا واعتقادا فقها وفهما وعبادة وسلوكا وتربية وتزكية، فكان فعلا محيي السنة وقامع للبدعة ومجدد هذا العصر، وهو من الأوائل الداعين إلى نبذ التقليد والتزام الدليل. ولا شك أنه لا يسعنا هذا المجلس في تعداد فضائله الكثيرة التي لا نستوفي حقها.